وبشأن جهود مصر في تعزيز ملف حقوق الإنسان، أكد الرئيس السيسي أن اهتمام مصر بهذا الملف نابع من احترام الشعوب من واقع مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة بشأن هذا الملف. ملف حقوق الإنسان، لأن ده موضوع مهم قوي، ودايما لما بلتقي مع يعني في مؤتمرات من مثل هذه المؤتمرات يتم طرح السؤال ده، والحقيقه المره دي انا عايز ارد عليه بشكل مختلف. واسمح لي ان انا ادعوك وادعو معك كل من يهتم بهذا الامر ويجي يزورنا في مصر، واحنا هنتيح له فرصه ان هو يلتقي بكل بالجميع ويتحدث معهم، واتصور ان هو اللي حيره ارجو ان هو يجي ينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا بطبيعتي شهادتي في هذا الأمر هتبقى شهادة مش هتبقى مجروحة زي ما بيقول عندنا كده في بلادنا، شهادة يقول لك لازم هيدافع عن نفسه ويقول إن الأمور كويسة وكده. لا، تعال شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي، شوف حياة الإنسان اللي احنا بنتكلم حياة كريمة في مصر عاملة إزاي، اتكلم على حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجودة في مصر وشوفها وشوف هي اخبارها ايه، واللي بتشوفه انا كل اللي بطلبه منك انك انت تنقله نقل حقيقي فقط الى الراي العام في المانيا. هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ ده امر انا يعني بدعوك فيه، وعشان كده بدات الاجابه بالسؤال ده، لان ده سؤال دايما بيطرح عليا، وبجد ان يمكن تكون الصوره مش واضحه لكم هنا. لا، لازم تزوروا مصر، وانا يمكن لما بيجوا مسؤولين ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم كل الناس بدون تدخل من جانبنا، وهتشوفوا ان احنا هذا الامر واحنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسالوا عنه. مهم قوي ان انتوا تعرفوا كده، احنا مهتمين بيه عشان احنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، احنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، وبالتالي احنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسالونا عليه. لا، ده مسؤوليتنا الاخلاقيه والتاريخيه والانسانيه تجاه شعوب